عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. أحدثت الكاتبة التونسية المقيمة في ألمانيا فاتن الفازعة صدمة لدى المشاهدين والمتابعين وجد الواسع بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها تسمح لابنتها بإقامة علاقة شرعية خارج إطار الزواج باعتبارها تعيش في أوروبا، وأثار خلافا مع زياد المكي في برنامج جديتو جدلا واسعا. ورد ذلك نشرت اليوم الاثنين تدوينة على حسابها الرسمي بالانستغرام وقال: جماعة جديتو قصوا في المونتاج كما حبوا، وكي قلت انا واحد جاهل كما زياد المكي ما حورونيش، واجابتي بعد السياح هو اللي ما يزيش يقصوها في المونتاج. وسيدي فاجئوني بيه خاطر قبل ما ندخل قلت ونبهت انه باش يصير نقاش على حكاية بنتي هذيك حرية فقط، وما رعاني إلا أنه نلقى زياد يعطي في رأيه في الموضوع ويقص جزء من إجابتي عليه في المونتاج. وبعد جاء طلب مني السماح في وقت الراحة وحتى في البلاتو ورجعت نورمال، وحتى بعد الحلقة اسكت على روحي وقلت كاني درس باش نتعلم لشكون نمشي، وأنا ديجا تعبة من الهرج ومتعرضة لضغط من عند بو بنتي. توا بعثولي كابتور ونلقى السيد يسب فيا بعد الحلقة بلا سبب في عوض نبني حوار ينفع ونلقى روحي نعمل في عركة ومتشنجة. على هذاك قررت باش نتعدى مع ثريا العمري وباش نعاود نذكر الشعب هذا اللي نقبل، ونص كان جاي عندي طفلة كبيرة ونخليها تعيش حياتها الجنسية بطولها بعرضها. يا أمة الجهل اللي لتو حتى عشاء البكارة تقيس بيه في الشرف.